لنا فاتح ماي هو فاتح ماي، تكون جائحة ما تكونش جائحة، يكون اللي بغي يكون فاتح ماي هو عيد أممي. الطبقة العاملة عبر عالم الناس خصها تعرف على أن فاتح ماي راه ماشي نهار ديال عطلة، راه شأنه في ذلك شأن 8 مارس يوم المرأة. الناس يسحب اليوم راه 8 مارس ولا هذا راه هو عيد ونبداو نفرقوا في هذه، راه فاتح ماي هو عيد ديال الطبقة العاملة، هو عيد ديال الاحتجاج. يجب أن نحتفل بعيد أممي لأن عنده رمزية، عنده رمزية كفاحية. نحن نقابة مكافحة نشتغل بصدق. أولا نحن النقابة الوحيدة اللي مكتب التنفيذي ديالنا تتجمع كل أربعاء، وانتم كصحفيين كل أربعاء تخرج عندكم بلاغ ديال المكتب التنفيذي، وكل أربعاء ما كاينش شي قضية اللي وقعت وما خديناش فيها موقف. نحن نشتغل عندنا برنامج قداش، شنو هو برنامج داخلي استعدادات الانتخابات، تكوين في مجلس نسميوه حنا التكوين الاساسي، الانتخابات المهنيه، دور ديال المندوبين كذا كذا، الاتفاقيه 87، حقوق المراه، حقوق العمال، التعريف ومناهضه العنف ضد المراه، وهذا الشيء راه تشوفوه في هذا. كاين اشتغال طبيعه الحال، حتى حنا عندنا اكراهات ماديه، اكراهات ديال الجائحه، اكراه تنظيميه، وهذه كاين بحال كاع عباد الله. نحاول ما امكن اننا نتقربوا من القضايا الرئيسيه والجوهريه ديال المواطنين. تنظن احنا من المواطنين هما اللي خصهم يحكموا علينا واش حنا ناجحين ولا ماشي ناجحين. كل واحد في داخل الكونفدراليه كل واحد عنده موقعه، شي شكون اللي ما عندوش موقعه هو اللي على سقفنا وما باغيش يخدم، اما اللي باغي يخدم مرحبا به، كان امراه او رجل او شاب او شيخ اللي باغي يخدم ومتطوع. وحنا دائما النقابه اكثر تمثيليه، طموحنا هو اننا نحافظوا على المركز ديالنا، واننا اكثر نزيدوا نفوتوا المركز. الكونفدراليه ستبقى نقابه شامخه عندها طموحات، وانها تبقى الى جانب الطبقة الكادحة. نطالب بفرض ضريبة على الثروة. الطبقة المتوسطة راه ما بقاتش متوسطة الأخت، راه ما بقاتش. وأنا نجيك الصراحة، وأنا راه من جزء من الطبقة المتوسطة، أنا ما بقيتش متوسط، فهمتيني؟ لأن علاش؟ لأنه أغلبية ديال الطبقة المتوسطة راه تتخلص من المدرسة، تتخلص القروض كذا، فين؟ حنا بقينا متوسطين عبر السمية. ولهذا ضروري 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 أن سن سياسة جبائية عادلة.